نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم عشان نطمن من خلاله على كل الكواليس اللي بتتعلق بالاهلي قبل هذه المباراه الهامه. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان والجمهور النادي الاهلي في كل مكان اللي بيتابعنا. اهلا بيك يا توفيق. اولا كده يعني ايه، احنا عايزين نطمن من خلالك على الجوانب المعنويه والنفسيه المتعلقه بفريق النادي الاهلي كلاعبين وكجهاز فني قبل مباراه اليوم، خصوصا بعد الدروب اللي كلنا ملاحظينه في مباريات الدوري، وعارف ومتاكد جدا ان في فارق ما بين مباريات الدوري اللي هي لسه قدامنا كتير وبطولة لسه بدري على انها تتحسب، ومباريات خروج المغلوب في دوري ابطال افريقيا بتبقى حسابات مختلفة. لكن عايزين نطمن اللعيبة معنويا عاملة ازاي، نفسيا عاملة ازاي، وايضا الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني. يا توفيق، يعني في البداية أمير، يمكن حالة التركيز المتواجدة اليوم وشاهدناها بشكل كبير جدا في المعسكر، مش بس من النهاردة، لا احنا بنتكلم من يوم الثلاث تقريبا والفريق في تدريبات مستمرة، تركيز تام في مباراة اليوم أمام فوق سطيف، مباراة مهمة طبعا، مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا لاعيبه النادي الاهلي هم اقدر ناس يعرفوا قيمه البطوله الافريقيه، الفريق هو حامل اللقب في اخر نسختين، طبعا الدوافع كبيره جدا، انت خلاص قدام انجاز تاريخي يا امير، انت بتتكلم في 180 دقيقه يوصلوك مباراه نهائيه تحقق انجاز لم يسبقه اي نادي في افريقيا من قبل، وهو الحصول على البطوله العام الثالث على التوالي، وتبقى وصلت ل 11 بطوله، اعتقد رقم يصعب على اي فريق افريقي انه ينافسك فيه لسنوات طويله جدا. كل دوت في ذهن اللاعبين، يمكن زي ما قلت لك من يوم الثلاث تدريبات شاقه جدا في ملعب مختار التتش، كان اخرها امبارح في الخامسه مساء، كان تدريب قوي جدا، سبقه طبعا محاضره فيديو للمدير الفني بيتسو موسيماني اتكلم فيها عن كل جوانب المباراه زي ما سمعناه طبعا، واتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك انا دايما اي فريق بقابله انا والفريق المعاون بتاعي بيبقى مركزين على الجوانب الفرديه والجماعيه للفريق، وبنتكلم في كل حاجه وكل فرقه بيبقى كل تفاصيلها عندي وبحفظها هي اللاعبين. من بعدها طبعا كانت محاضره لكابتن سعد حفيظ داخل الملعب، ومن بعدها التدريب الاخير اللي كان قوي جدا وتم تنفيذ فيه بعض الجمل التكتيكيه ان شاء الله اللي هيتم تنفيذها ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله يوفق الجهاز الفني واللاعبين في تنفيذها ويكون الفوز من حليف النادي الاهلي والتوفيق معاه النهارده. يمكن اليوم النهارده يا امير زي ما كنا بنتكلم تركيز كبير جدا، يمكن جلسات مطوله جمعت جميع اللاعبين، طبعا محمد الشناوي كابتن الفريق في جلسات مطوله مع اللاعبين بينهم وبعضهم، الجهاز الفني يمكن زي ما شايفينه طول اليوم النهارده يا امير بيعكف مع بعضه على طول، معاهم اجهزه الحاسب الالي واجهزه التابلت بيراجعوا على طول اول باول يعني كل الدراسات والتحليلات للفريق المنافس وفاق سطيف النهارده، كل الفريق مركز سواء الجهاز الفني او اللاعبين، زي ما قلت لك يا امير انت بتتكلم في 180 دقيقة 90 دقيقة النهارده و90 دقيقة ان شاء الله السبت الجاي في الجزائر، يوصلوك لحلم كبير جدا كل لعيبة النادي الاهلي مركزة فيه، انجاز كبير، الحافز كبير السنة دي يا امير، كمان انت كنت موجود في كأس العالم اخر نسختين مع الفريق، اللعيبة كمان كلها عندها اصرار وعندها عزيمة انها تكون موجودة في كأس العالم ويمثلوا النادي الاهلي في كأس العالم تاني ويروحوا الاجواء الاكثر من عالمية اللي هناك. عايز اقول لك يعني اهم ما يميز يعني المعسكر هو الجلسات المطولة سواء ما بين الجهاز الفني واللاعبين او اللاعبين وانفسهم، يمكن اللاعبين الكبار محمد الشناوي ووليد سليمان بيقعدوا دايما مع اللاعبين، ايمن اشرف بيتكلموا بيحفزوا اللاعبين مركزين جدا، كمان يمكن عمرو السوليه زي ما انت قلت يعني غياب مؤثر وغياب خساره كبيره النهارده، عدم وجود لكن عمرو السوليه كان حريص النهارده انه يكون موجود، جه النهارده يؤازر زملائه، يمكن تناول معاهم وجبه الغداء وكان حريص جدا انه يكون جنب زملائه في مباراه كبيره زي النهارده، زي ما قلت لك هو واحد زي ما بنقول من اللاعبين الكبار وكباتن الفريق كان موجود النهارده وكان حريص. علي معلول، كل اللاعبين يا امير في حاله اكثر من رائعه وفي حاله اكثر من جيده وتركيز كبير جدا، خاصه زي ما قلت لك ان الحافز كبير جدا مع اقتراب يعني تحقيق الانجاز بطوله ثالثه على التوالي، اعتقد ده تارجت ويعني وهدف كل اللاعبين بيسعوا ان هم يحققوه ويوصلوا له. اكيد ده هدف مهم واسمى في الحقيقه، وهيبقى رقم غير مسبوق في القاره الافريقيه تحديدا يا توفيق. لكن احمد عبد القادر احد العناصر المنضمه لقائمه النادي الاهلي وغاب الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه، عايزين نطمن عليه بشكل اكبر، هل هو جاهز طبيا وبدنيا بنسبه 100% لهذه المباراه يا توفيق؟ يمكن يا امير في مداخله سابقه ليا معاك وكنا في رمضان وكان في مباراتين في الدوري، قلت لك ان الجهاز الفني فضل اراحته طبعا يعني حافظ عليه في ماتش الجيش وماتش سيراميكا عشان يبقى موجود في مباراه النهارده، لكن موجود النهارده في قائمه المباراه ده دليل على انه طبيا وفنيا لائق جدا ليكون موجود في المباراه. يمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي بالتعاون مع بعض الفتره الاخيره هو نهج واحد، ان عدم الدفع او وجود اي لاعب في قائمه المباراه غير وهو سليم 100%، يمكن زي ما قلت لك هم حافظوا عليه الفتره اللي فاتت عشان يبقى موجود في مباراه كبيره النهارده. احمد عبد القادر عايز اطمنك عليه واطمن كل جماهير النادي
الاهلي في حاله اكثر من رائعه سواء بدنيه او فنيه وكمان معنويه. النهارده يمكن اتكلمت معاه كده على هامش النهارده المعسكر في هنا في الفندق، يمكن حالته المعنويه كبيره جدا جميع اللاعبين. بس يمكن عاوز اقول لك يا امير، اللعيبه كلها على طول بتحفز بعض، يعني تلاقي دايما اللاعبين سواء قاعدين في مجموعات او حتى قاعدين اثنين او ثلاثه مع بعض مركزين جدا، بيتكلموا بيحفزوا بعض. زي ما قلت لك الحلم مقرب جدا، ومع اقتراب الحلم بيبان الفرق الكبيره وبيبان الفروق التاريخيه في الملعب وخبره وعزيمه النادي الاهلي. وطبعا جمهور النادي الاهلي النهارده اللي هيزين بشكل كبير جدا جنبات استاد الاهلي والسلام، طبعا عليهم عامل كبير جدا، وان شاء الله يكونوا عامل تحفيز وعامل دعم للفريق النهارده، ويساهموا مع اللاعبين ان شاء الله بحماسهم وتشجيعهم للفريق ان شاء الله انه يحصد النهارده نتيجه ايجابيه تكون ان شاء الله حافز للفريق وفي مباراه العوده ان شاء الله. ويبقى زي ما قلنا امير 180 دقيقه هي مباراه واحده، ولكن على شوطين، شوط في القاهره وشوط في الجزائر. ان شاء الله النادي الاهلي يوفق فيهم وان شاء الله يكون موجود في المباراه النهائيه باذن الله. ان شاء الله. واهميه المباراه واضحه جدا ومعروفه بالنسبه للجميع يا توفيق، وصعوبتها اكيد. بالتالي انت اتكلمت على جزئيه غايه في الاهميه وتتعلق بعمرو السوليه، ورغم خروجه من القائمه بسبب الاصابه، وبرضه بالمناسبه عايز اطمن من خلالك على اصابه عمرو السوليه، هل هي تجددت؟ هل هو ممكن يلحق مباراه الاياب ولا لا؟ لكن في نفس الوقت قول لي الحديث كان ازاي من واحد من اللعيبه المميزه جدا والمهمه والمؤثره في صفوف النادي الاهلي مع زمايله بالنسبه لعمرو السوليه واصراره على التواجد في معسكر الفريق النهارده رغم خروجه من القائمه. بص يا امير، يعني اللي بيفرق بين الفرق الكبيره واللي لها تاريخ وباقي الفرق الاخرى هي اللقطات الصغيره دي او التفاصيل الصغيره دي. احنا معانا دلوقتي من قائمه المباراه للاصابه، اللقطات بتاعت عمرو السوليه هو في مقر اقامه الفريق. وانا بحب قوي دايما اللعيب اللي يبقى ايه، يحس ان هو عليه مسؤوليه كبيره ويبقى قدها في الحقيقه، وهو واحد من كباتن النادي الاهلي رغم ان هو مصاب وخارج القائمه، واحنا يعتبر في عيد يعني، كان ممكن الراجل يعني ما يجيش المعسكر وما كانش يبقى حريص على التواجد ومؤازرة اللاعبين، لكن المسؤولية الملقاة على عاتقه هو وزملائه أكيد هم حاسين بيها بشكل كبير، عشان كده هو متواجد وشايفين اللقطات النهاردة حتى برضو زي ما احنا شايفين دلوقتي بيتكلم مع الدكتور أحمد أبو عبلة، أكيد في اطمئنان بشكل أو بآخر على الإصابة والتطورات الخاصة بالجانب والبرنامج العلاجي الخاص بيها. تفضل يا توفيق. ده اللي كنت بقوله يا امير، الجزئيات الصغيره دي والتفاصيل الصغيره دي اللي بتفرق الفرق اللي لها تاريخ ولها اسم كبير زي النادي الاهلي. زي ما انت قلت في اجازه واللاعب ممكن يكون ما كانش موجود، لكن كان حريص النهارده هو لاعب من اللاعبين الكبار في الفرقه انه يكون موجود مع زمايله يأزرهم يتكلم معاهم ككابتن من كابتن الفريق. عاوز اقول لك كمان ان كل اللاعبين اللي بره التشكيل النهارده بنسبه كبيره ان شاء الله، وده اللي انا متاكدين منه، ان هيكونوا موجودين النهارده في مدرجات استاد الاهلي والسلام، هيأزروا زملائهم من الملعب. كل اللاعبين على قلب رجل واحد، يعني زي اللي بيفرق في التوقيتات دي وفي الاوقات دي اللي بيفرق كبير بشكل كبير جدا هو يعني تلاحم اللاعبين في الملعب. يمكن حتى ده بان في المباراه السابقه مع الرجاء، يمكن اللاعبين بيبقى قلبهم على قلب بعض في الملعب، ما حدش بيفكر في نفسه، هو بيفكر في وحده الصف، بيفكر في تحقيق الهدف الاسمى وهو الفوز والوصول للدور التالي. اعتقد النقط دي اللي بتفرق، وهي دي اللي يعني ساعدت مع جمهور النادي الاهلي العظيم في صنع تاريخ النادي الاهلي، هو ان كل اللاعبين وكل المسؤولين وكل الجهاز الفني على قلب رجل واحد لتحقيق هدف واحد هو رفعه النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه. يمكن من خلف امير دلوقتي حالا واحنا بنتكلم اللاعبين والجهاز الفني بداوا يدخلوا للقاعه المخصصه هنا في فندق الاقامه للمحاضرات. دي هتبقى المحاضره الاخيره اللي هيضع فيها مستر ميتسو موسيماني والجهاز المعاون اللمسات الاخيره زي ما بنقول، واخر التعليمات وتشكيل المباراه ان شاء الله. ان شاء الله زي ما احنا قلنا اي 11 لاعب هيرتدوا تيشيرت النادي الاهلي النهارده وهيمثلوه ان شاء الله يكون التوفيق معاهم، مقدرين على حمل مسؤوليه النادي الاهلي وتحقيق الفوز واسعاد كل جماهيره، وان شاء الله لا يتبقى سوى توفيق ربنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله يكون نتيجه ايجابيه ونتيجه تساعدنا كبير جدا في الشوط الثاني في الجزائر بعد اسبوع. وباذن الله يا امير بعد اسبوع نكون متاهلين للمباراه النهائيه، وعلى يعني زي ما نقول على بعد خطوه واحنا ان شاء الله من تحقيق انجاز تاريخي يحسب لهذا الجيل ولكل جماهير النادي الاهلي باذن الله. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه اليوم الهامه امام فوكس تيف في ذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. بنشكر توفيق.